السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتنا لايف اتسترا بهارات شرقية، حياكم الله من جديد في فيديو خاص بالكيتونيين. بالكيتو هو خبز الكيتو، مكون واحد فقط. تابعونا لحتى تشوفوا التفاصيل. أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم راح نسوي خبز الكيتو بالفرن. راح نستخدم بس مكون واحد اللي هو طحين اللوز. طحين اللوز هذا طبعا مسموح فيه بالكيتو. للي ما عنده طحين لوز ممكن يحط طحين جوز هند، للي ما عنده طحين جوز هند يحط طحين سمسم، ما في مشكلة، كله يمشي الحال. يلزمنا كوب واحد يعني 100 جرام طحين لوز. طبعا هاي الكمية راح تطلع بسيطة شوي، ممكن اللي يحب يحط أكثر هو حر يعني، لكن يوزع التفاصيل كلها على نفس المقياس. إذا يلزمنا كوب واحد 200 جرام طحين اللوز، يلزمنا صمغ إكزنتان، يلزمنا معلقة كبيرة. هذا الصمغ مثل الصمغ العربي، مثل البذور اللي حكينا فيها بال الفيديو تبع خبز الكيتو اللي يشوف الرابط فوق هلا. هذا يستخدم بدال الخميرة يعني لحتى يمسك الطحين مع بعضه لحتى تتداخل المكونات. ممكن يستخدم اللي ما عنده هذا، ممكن يستخدم الصمغ العربي بدال معلقة يحط معلقتين. ممكن يستخدموا بذور السيلينيوم أو الأسباجول بدال هذا، كمان بيمشي الحال. يلزمنا معلقة صغيرة باكينج باودر، يلزمنا هيك رشة ملح، ويلزمنا شي كوبين الا شوي مي حار مغلي. الى الطريقة، طريقة ببساطة، بدنا نحط الطحين بهالشكل هذا. المكونات كلها نمزجها فورا بدون اي استعدادات اخرى مثل ما انكم شايفين، ببساطة هيك يعني. الآن المي والخلط، أول شي نخلط بس مشان شوي المكونات تتوزع بهالشكل هذا قبل ما نضيف المي. طبعا الآن نضيف المي شوي شوي. مستمر لكن بهدوء يعني، مو رشة واحدة. نخلي شوي في الإناء لحتى نشوف القوام ضبط ولا ما ضبط. إذا كان القوام كثير لزج حطوا شوي طحين، إذا كان القوام ناشف حطوا شوية مي بس. بهالشكل هذا الآن يعني العجينة جيدة بهالشكل هذا، إذا ما في داعي لبقية المي لأنه حار، أنا ما أستخدم إيديني بالعجن، المي مغلية طبعا. لكن الآن بس مجرد ما هيك يبرد شوي راح نبدأ العجن باليد. طبعا شايفين أنتم الكمية صغيرة قليلة جدا يعني، هي تكفي يعني بالمقاسات المتوسطة شي 3-4 أرغفة فقط لا غير. للي يحب أكثر يساوي أكثر، للي يحب يساويها بشكل يومي تكون أحسن، ممكن يساويها بشكل يومي. هذا طحين لوز ما بكثر، كمية بسيطة لحتى أشوف شلون راح يصير القوام. الآن هذا شكل العجينة، هيك راح يكون، ما هي جامدة ولا هي لزجة كثيرة، لكن بهالطريقة هاي تكون عجينتنا جاهزة. الآن إلى التشكيل. هاي صينية فرن طبيعية عادية، ببساطة بدنا نسويها على شكل كرات بهالشكل هذا. ما بعرف كم وحدة راح تطلع معنا.
طبعا المقاس وتقدير، يعني انتم شايفينه كبير صغير، كبروا صغروا ما في مشكلة، على كيفكم. هاي راح نسويها 4. بهالشكل هذا صار عندي 4 كرات، اللي هي كل كرة راح يكون رغيف، راح تشكل لنا رغيف. راح نشكلها على هيئة رغيف أصلا، يعني حتى ندخلها بالفرن. لا تضغطوها كثير، خلوها متوسطة شوي، سماكتها ماشي حالها مقبولة يعني. هيك بهالشكل هذا كله راح يكون نفس الشيء. هذا الشكل النهائي للعجينة تبعنا وللخبز تبعنا. الآن إلى الفرن، درجة حرارة، أعلى درجة حرارة، يعني 250 درجة مئوية أو 500 درجة فهرنهايت. راقبوه جيدا، ممكن من 5 دقائق إلى 7 دقائق ماكسيموم يكون الخبز نفخ شوي وصار جاهز للأكل والتقديم. أتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، فيديو سهل جدا وسريع جدا، ما في مشاكل. أتمنى تستفيدوا منه. ما تنسونا بالاشتراك بالقناة لغير المشتركين، دعوة الأصدقاء، مشاركة الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى فيديو جديد وسهل وممتع. كونوا بخير.